أخبار اليوم. المفروض النهاردة إن إحنا بنتكلم في موضوع الأدب المصري المعاصر في السينما المصري على مدى سنوات منذ بداية السينما المصرية. وإذا قلنا الأدب المصري المعاصر في السينما المصرية هنجد شيء اللي أول الأفلام المصرية الصالحة سنة 27 بهيمة حافظ سنانة من الإسكندرية أنتجت وأخرجت وكتبت ومثلت بطولة فيلم اتاخد عن قصة للأديب الكبير محمد حسين هيكل اسمها زينب. كانت دي نسخة الصالحة سنة 27 وأعيد هذا الفيلم مرة أخرى سنة 50 لشيخ المخرجين الأستاذ محمد كريم ورجل إبراهيم ميخا شاهين وفريق شوقي في الفيلم اللي أنتجته شركة تحاس. إذا علاقة السينما المصرية بدأت من أيام الأدب المصري المعاصر بدأت من أيام السينما الصامتة زي ما حضراتكم شايفين كده. نيجي في فترة السينما الناطقة من سنة 33 كانت السينما المصرية تعتمد على أعمال أدبية غربية مترجمة إلى العربية، يعني أفلام عبد الوهاب الأولى دموع الحب اللي بتتاخد عن مكتوليك، الوردة البيضاء، يوم سعيد. ثم بدأ تومر مصراحي المخرج والمنتج المصري يقدم السينما المصرية نماذج للسينما أو الأفلام الكوميدية. علي كسار، كثير الطرب، شالوم، وده كان ممثل يهودي عايش في مصر في وقت كان في المجتمع المصري فيه اليهودي والمسيحي والمسلم بنسيج واحد ينتمي إلى الوطن بغض النظر مين بيصلي فين. ونيجي للأربعينيات اعتمد سلمان نجيب وعبد الوارث عصر كفريق، نجيب الريحاني وبديع خيري كفريق لترجمة روائع الأدب العالمي وتمثيله وتقديمه في السينما المصرية كما حدث في كل روايات الريحاني وكما حدث في كثير من روايات فنان الشعب الكبير يوسف وائل. أعتقد يمكن الزملاء اللي معايا هنا يقدر يصلحوا هذه المعلومات، إنما السينما المصرية ما عرفتش الإنتاج الغزير للأدب المصري المعاصر إلا بعد كده بسنوات. يعني علاقة الأستاذ إحسان عبد القدوس مثلا بالسينما المصرية حلمت إن الفنانة الكبيرة مجدة غمرت وقدمت أين عمري كأول إنتاج ليها وأول بطولة حقيقية ليها بعد سلسلة من الأدوار الصغيرة أو السميدة أو الضعيفة ما هياش البطلة الأساسية في رواية مكتوبة بعمق زي أين عمري اللي هو عارفينها عمو عزيز كما كانت تنادي تذكروها. الخمسينيات بقى حصل بقى الطفرة الكبيرة للاستعانة بالأدباء بالأدب المصري المعاصر. فنجد إحسان عبد القدوس، هنجد الطريق المسدود، هنلاقي الآلام، هنلاقي النضارة السوداء، هنلاقي أنا حرة، هنلاقي هي والرجال،
عندني نعم يا شباب الحب هنجد ليوسف السباعي إني راحلة ورد قلبي هنجد ليوسف إدريس حادثة شرف والحرام صح هنلاقي ونبي يوسف السباعي سالم إدريس عبد الله أحمد محمد عبد الحليم أصدقاء حسني الزيتون لأحمد مظهر وسعاد حسني وحنلاقي لعلي أحمد تفكير وإسلامان هنلاقي عدد كبير جدا من الأفلام اللي اعتمدت على الأدب المصري المعاصر.